سلطة السيزار بالدجاج. أول حاجة نجو نخدمو لاصوص تاعنا. عندي هنا صفر تاع بيض، ندي لها زيد حوالي 5 مغارف كبار، نرابي لها سنة تاع التوم أوب، ونزيد لها شوية ملح. من بعد نزيدو لها غير رشة خفيفة تاع فلفل كحل، كان متوفر الفلفل البيض أحسن، ونخلطوها ونزيدو لها 5 مغارف تاع كريمة، نرابيو لها جبن بارميزان ولا شيدر ولا جودة اللي كان متوفر، ونخلوها في الفريجيدار تبرد. نجيبو مقلاة نديرو فيها شوية زيت ولا زبدة، ونحطو قطعة تاع الدجاج يطيبو، رشة ملح فلفل كحل بعد ما يتحمرو، ونحوهم ونديرو واحدة أخرى شوية زبدة، مورسوات صغار تاع الخبز نقليهم حتى يتحمرو، ونجو دوكا المونتاج. أنا عندي إناء ندير فيه شلاضة طوماطيش الخبز مورسوات تاع الدجاج الكريمة، ونخلط. نجيب الباركات نفرغها فيها، نزيد لها بيض مغلية طوماطيش مورسوات تاع الدجاج مورسوات تاع فرماج ولاصوص من فوق، والشلاضة تاعنا راهي واجدة بسم الله ما شاء الله. مع السخانة هادي تضرب فيها تشبيكة هكذا ديريكت. بسم الله ما الله.